مسألة الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، ولا بد فيه من النية، والنية هي الإرادة. فمتى ما أتيت إلى صنبور الماء للوضوء فهذه هي النية. وما يظنه كثير من الموسوسين من أن تحقيق النية صعب، فهذا ظن خاطئ. فمتى ما أردت الشيء وقصدته فقد نويته، ولا يجوز التلفظ بها جهرا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكذلك لا يجوز التلفظ بها سرا على القول الراجح، لأن بعض فقهاء الحنابلة يرون جواز التلفظ بها سرا، وقد أنكر عليهم شيخ الإسلام رحمه الله. مسألة أقل ما يجزئ في المضمضة إذا كان الماء قليلا في الفم أن يحركه، أدنى تحريك. أما إذا كان الماء كثيرا في الفم فلا يلزم التحريك، وما يعلق بين الأسنان فالأفضل أن يزال. لكن لو ترك إما يحتاج في إخراجه إلى أعواد فلا حرج. والسنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه، ولو أنه ابتدأ بالوجه ثم تمضمض واستنشق فأجزأ، لأن الفم والأنف من الوجه، لكن الأفضل أن يبتدئ بالمضمضة والاستنشاق. مسألة السنة إذا تمضمض أن يمج ما في فمه، وإذا استنشق أن يستنذر ما في أنفه، لكن لو لم يفعل فتصح المضمضة ويصح الاستنشاق. والأفضل في الاستنثار أن يكون بيده اليسرى لما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام عند النسائي. مسألة غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، فلو ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه على القول الراجح. وحد الوجه من منحنى الجبهة، فبداية الانحناء تكون بداية حد الوجه إلى اللحية طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وهذا البياض الذي بين الأذن وبين اللحية مما لم ينبت فيه الشعر فهو من الوجه يجب غسله. وأما ما هو أعلى هذا العظم الناتئ في بداية اللحيين فما فوقه من شعر يكون تابعا للرأس، فيجب غسل هذا الحد من الوجه. واللحية يجب غسلها وما استرسل منها على القول الراجح، لأنها تابعة للوجه، لكن إن كانت كثيفة فالواجب أن يغسل ظاهرها، وأما إن كانت خفيفة فيجب غسلها وغسل ما تحتها، وأما إن كانت كثيفة فيغسل ظاهرها. والسنة إذا كانت كثيفة أن يخللها بفعله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود. وغسل اليدين فرض من فروض الوضوء، من أطراف الأصابع مع المرفقين، فيجب غسل اليدين من أطراف الأصابع، فإن البعض قد يغسل كفيه في أول الوضوء ثم إذا وصل إلى غسل اليدين غسل من الرسغ وترك ما كان بعد أطراف الأصابع، وهذا خطأ، لأن غسل الكفين في أول الوضوء سنة، وأما غسلها هنا فهو فرض. فتغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني مع المرفقين. والسنة أن يخلل ما بين الأصابع وليس بواجب، لأن الماء سيال. ومسح الرأس فرض من فروض الوضوء، وحده من حد الوجه من بعد منحنى الجبهة إلى القفا، فيجب مسحه كله ولا يجزئ الاكتفاء ببعضه، وكيفما مسح أجزأ. لكن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بمقدمة رأسه ثم إلى المؤخرة ثم يعود، أو العكس،
يبدأ من المؤخرة ثم إلى المقدمة ثم يعود، والأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، ينوع. والواجب على القول الصحيح أن يمسح الأذنين، لأن الأذنين من الرأس. والثابت من مجموع ما جاء في السنة أن يدخل السبابتين في صماخي أذنين، يعني في جحر الأذنين، ثم يمسح الباطن منهما، ثم يمسح بإبهامي ظاهر أذنين، وكيفما مسح أجزاء، لكن هذا هو السنة. وتمسح الأذنان بنفس ماء الرأس، وما ورد أنه يؤخذ ماء جديد للأذنين فهو شاذ كما قال ابن حجر رحمه الله. ثم يغسل قدميه، والسنة أن يدلك ما بين أصابعه بقنصره لما ثبت في السنن من حديث المستورد ابن شداد، ولا يداوم على هذا، يفعل هذا أحيانا. مسألة بالنسبة إلى غسل الكفين، سبق الإشارة إلى ما يقع من البعض من خطأ، وكذلك في القدم، البعض لا يغسل بطون القدم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، كما جاء في المسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: ويل للعراقيب من النار. مسألة: لو قطع نصف اليد فيغسل ما سبق، فإن قطعت اليد مع المرفق سقط الفرق، فما بقي من المفروض من يد أو قدم فيغسلها، فإن لم يبقى شيء من محل الفرق يسقط. مسألة: السنة بعد الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. الشهادة عند مسلم، ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما عند الترمذي. والسنة أن يقول أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، مثل دعاء كفارة المجلس كما جاء عند الحاكم. لكن تكرار الشهادة 3 مرات ففيها حديث ضعيف، ورفع البصر إلى السماء فيه حديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة. مسألة: يجوز أن يستعين الإنسان في وضوئه بشخص آخر لفعله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث المغيرة، فكان المغيرة كما في الصحيحين يصب عليه الماء، وله أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء. وما كرهه بعض الفقهاء من الكلام أثناء الوضوء فلا دليل عليه، فإن سكت فله ذلك، وإن تكلم بكلام مباح فله ذلك، لكن لا تشرع أدعية ولا أذكار في ثنايا الوضوء. فما ذكر أنه إذا غسل يده اليمنى قال: اللهم أعطني كتابي بيميني، إلى آخر ما ذكر، فلا يصح. وكذلك قراءة سورة القدر لا يصح، إنما الوارد بعد الوضوء وهو ما ذكر، وكذلك الوارد قبل الوضوء البسملة. والبسملة اختلف العلماء في وجوبها، فالجمهور يرون أنها سنة. مسألة: لا يجزئ مسح بعض الرأس، على القول الصحيح لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، بل يجب أن يعمم المسح، وليس المراد أن يمسح كل شعرة بعينها، ليس هذا هو المراد. وأما مسح العنق فقد ورد فيه حديث لا يصح: مسح العنق أمان من الغل، لكنه حديث موضوع كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. والسنة في الوضوء أن يثلث، فيغسل وجهه 3 ويديه 3 وقدميه 3، لكن الرأس يمسح مرة واحدة، ولا يسن أن يمسحه 3 مرات. وما ورد من أحاديث في مسحه 3 فهي أحاديث شاذة لا تصح. مسألة: الترتيب فرض من فروض الوضوء، يبدأ بالوجه
مع المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل القدمين. فإن قدم شيئا على شيء لم يصح وضوءه إلا فيما ذكرنا من جواز تقديم الوجه على المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه. فلا يغسل عضوا ثم يبقى مدة فينشف هذا العضو ثم يغسل العضو الذي يليه. فالراجح أن الموالاة واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام: لما رأى لمعة في قدم رجل قال: أعد الوضوء والصلاة، كما في مسند الإمام أحمد. إلا إن اشتغل بتنظيف شيء في محل الفرض فهنا لا يضير، لأنه يتعلق بمصلحة الوضوء. مسألة: الواجب في النية أن يستصحب حكمها، بمعنى أنه يتوضأ ويستمر في وضوئه دون أن ينوي قطعها، فإن وقطعها بطل وضوءه ولزمه أن يعيد من جديد. أما الشكوك فإن كانت بعد العبادة فلا يلتفت إليها، وهذه قاعدة مهمة. إذا فرغت من أي عبادة ثم حصل عندك ارتياب فلا تلتفت إلى هذه الشكوك. فلو فرغت من الوضوء وشككت، لم تتيقن، شككت هل غسلت وجهك أم لم تغسل، فاطرح الشك ووضوءك صحيح. فرغت من الصلاة فشككت هل سجدت السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أم لا، فاطرح الشك وصلاتك صحيحة. فرغت من الطواف فشككت هل طفت الستة أشواط أم سبع، فاجعلها سبع. فالشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، أما إذا كان قبل الفراغ من العبادة فيلتفت إليه، إلا إذا كثرت الشكوك مع الشخص فهي وساوس لا يلتفت إليها. مسألة: متى يكون الوضوء صحيحا تصح به العبادات؟ إذا وجد واحد من ثلاثة أمور: أن يأتي لغسل أعضائه أعضاء الوضوء ويقصد رفع الحدث، جاء ليرفع حدثه، فهنا يصح وضوءه. الأمر الثاني: أن لا يقصد رفع الحدث لكنه نوى بهذا الوضوء أمرا واجبا وهو الصلاة، فله أن يصلي بهذا الوضوء، وله أن يمس المصحف بهذا الوضوء ولو لم تكن نيته رفع الحدث. الأمر الثالث: أن ينوي مسنونا للوضوء، فلو أن إنسانا توضأ من أجل أن يطبق سنة الوضوء قبل النوم، هو ما توضأ إلا ليطبق هذه السنة، فبدا له أن يصلي بهذا الوضوء، له أن يصلي بهذا الوضوء. فإذا نوى رفع الحدث أو نوى ما تجب له الطهارة كالصلاة، أو نوى ما تسن له الطهارة كوضوء قبل النوم، فإن حاجته يرتفع. مسألة: النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود أرى أعرابيا الوضوء ثلاثا، ثم قال: من زاد على هذا فقد تعدى وساء وظلم. فلو غسل وجهه أربع مرات فقد فعل أمرا محرما. والمراد من الغسلة ليست هي الغرفة، وإنما المراد بالغسلة أن يعمم العضو. فلو أخذ غرفة من ماء ثم غسل ثلث وجهه، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل الثلث الآخر، ثم أخذ غرفة ثالثة فغسل الثلث الأخير، فهذه تعد غسلة واحدة. فلا ننظر إلى عدد الغرفات، وإنما ننظر إلى تعميم العضو. وكذلك مجاوزة محل الفرض حرام، مثلا غسل مرفقيه فلا يزيد إلى الكتف، غسل القدم
مع الكعبين فلا يزيد إلى أنصاف الساق. وأما حديث من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول أبي هريرة. ولذا كان يتأول رضي الله عنه، فكان يزيد في غسل اليدين وفي غسل القدمين. مسألة: يجب أن يزال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو كانت هناك مادة البوية مثلا على اليد أو في الوجه يجب أن تزال، وإلا لم يصح الوضوء، لأن للبوية جرما يمنع وصول الماء إلى البشرة. لكن إن كان يسيرا فيتسامح عليه. أما إذا كان الشيء ذا لون وليس ذا جرم، مثل الشناء، مثل ألوان الأقلام، فهذه لا تضر. مسألة: بعض الناس مبتلى بحالة مستمر، مثل ريش مستمر معه، مثل بول مستمر معه، مثل المرأة المستحاضة، فهؤلاء في عداد الطاهرين، لكن لا يصح وضوءهم إلا إذا دخل وقت الصلاة. فمن به هذا الأمر فتوضأ قبل أذان المغرب فلا يصح أن يصلي بهذا الوضوء صلاة المغرب، إنما يصح وضوءه إذا دخل وقت المغرب. فإذا دخل وقت العشاء فعليه أن يتوضأ وضوءا آخر لصلاة العشاء، لقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: توضئي بكل صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. مسألة: هذا من شروط الوضوء، فلو كان يبول ويتوضأ أثناء بوله أو أثناء خروج الريح فلا يصح الوضوء. مسألة: جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمد، وعند أبي داود يتوضأ بثلثي مد، ليس مدا كاملا وإنما بما يسع ثلثي. مسألة: لو نوى بالوضوء التعليم فقط أو التبرد فقط أو التنظف فقط فلا يصح الوضوء، لكن لو نوى بوضوئه أن يرفع الحدث ثم جعل التعليم أو التنظف أو التبرد تابعا فإن وضوءه صحيح. فالمراد أن تكون النية الأولى هي نية رفع الحدث. مسألة: صورة هذه المسألة لو أن إنسانا قد أحدث ونسي حدث فظن أنه على وضوء، فأتى لصلاة المغرب وقال أتوضأ وضوءا للتجديد. وضوء التجديد سنة، هو في الحقيقة قد أحدث لكن نسي، فيقولون إذا توضأ للتجديد ناسيا حدثه ثم لما فرغ من هذا الوضوء الذي هو للتجديد فذكر حدثه الأول فإن هذا الوضوء مجزئ، مع أن النية فيه نية سنة لا نية واجب. ومثله الغسل. مسألة: الشريعة جاءت برفع الحرج، فلا يكلف الإنسان أن يغسل داخل عينيه حتى ولو وقعت فيها نجاسة، فلو وقعت فيها نجاسة فلا يلزم بغسلها ولا يستحب له، لأنه يورث العمى، والدمع النازل من العين بعد وقوع النجاسة فيها دمع طاهر. مسألة: لو أن إنسانا فيه ستة أصابع فيجب أن يغسل هذا الأصبع الزائد. إنسان له يدان نبتت يد في اليد الأصلية فيجب أن يغسل هذه اليد الزائدة. أما إذا كانت هذه الزيادة في غير محل الفرض فلا تغسل. مسألة: النية يجب أن تكون من العابد، ومن ثم فلو نويت الوضوء وجاء إنسان موضأك
ولو لم ينوي هذا الفاعل الوضوء لكنك نويت الوضوء فالوضوء صحيح. لكن إن لم تنوي ونوى هو لم يصح الوضوء. فأهم شيء أن تكون النية من المفعول له، أما الفاعل فلا عبرة بنيته، حتى لو وضأك أو غسلك أو يممك كافر ونويت فوضوءك وغسلك وتيممك صحيح. مسألة التثليث سنة، لكن لو كان عندك ماء قليل، لو ثلثت الأعضاء بقيت القدمان من دون غسل، فنقول يجب أن تترك التثليث فلتقتصر على واحدة. فإذا التثليث سنة، إلا إذا ترتب على فعل التثليث ترك واجب، كأن يكون الماء قليلا أو يكون هناك مضطر إلى هذا الماء الزائد فلا تثلث.